وطني يعني. وطني وطني. لا شكرا. منين؟ مية. انا اذا زعلانه وطني غير تشكر. السلام عليكم صبايا، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. بدي اتشكر اول شيء كل يلي عم بيعلقوا عندي، وان شاء الله ما اكون بنسى حدا بعلق له. يعني دائما انا بعمل برمي على الفيديوهات، بعلق لكل الموجودين، كلكم على راسي، بحترمكم كثير، بحبكم كثير، وبحبكم تكونوا معي بكل تفصيل انا موجوده فيه. احيانا ما فيني صور مطرح ما بكون، لانه بكون انا اللي معزومه، ما بقدر صور ابدا. وهون مثل ما شايفين نحن منطقة الرميلي، كل مرة بقول اللي بيعرفوا لبنان بيعرفوا منطقة. شلت الصوت الأساسي صبايا لأنه ابني كان حاطط موسيقى، وأنا بقول له يا ماما ما تشيلي الموسيقى لأنه بصير يطلع لي حقوق طبع ونشر، وأبدا ما بيهتم، بضلوا حاطط موسيقى وماشي. المهم مثل ما شايفين صيدا صبايا صيدا عقلي بصيدا. المهم التجهين من بيروت لصيدا عجنوب، رايحين على الغزية، منطقة الغزية. وهون مثل ما شايفين هيدي علمان، المناطق الحلوة الحلوة بلبنان، أنا كتير بحب هيدي المنطقة. ملاحظين إنه صوتي تحسن صبايا شوي؟ الحمد لله الدواء اللي أعطتني هو الصيدلية كتير منيح الحمد لله. أنا هلأ صحتي صارت أحسن، لكل اللي عم يسألوا عني وبيقولوا لي سلامتك، الله يسلمكم يا رب ويخليكم يا رب لإلي ويخليني إلكم. شايفين هالمناطق الحلوة؟ لبنان صبايا بجنن. يعني صوتي بعده شوي تعبان بس أحسن من قبل بكتير. أنا قعدت يومين ما عندي صوت أبدا، بلا صوت، كتم صوت. شايفين المناطق شو حلوة يا صبايا؟ هيدي تقريبا قربنا عب قصدة، رايحين على الشارع حبيل. شايفين هالموتوسيكل هيدا كيف مرق من قدامنا؟ هون طاحش بتوصل، ما طاحش ما بتوصل. فانا قلت له لابني خفف شوي، انا هيدي المنطقه كتير بحبها، هيدا طريق علمان. انا من المناطق يلي بعشقها جدا جدا منطقه علمان. مثل ما نحن ماشيين هي بتجي بين بيروت وصيدا. هذه لسال سالة كبيرة طبعا، اكيد كل اهالي بيروت وصيدا بيعرفوا هيدي المناطق لسال. وهيدي المنطقه من المناطق الحلوه جدا قلت لكم يلي انا كتير بحبها. كان نفسي صراحه هون يشتري جوزي بيت، بس يعني قعدنا مطرح تاني، كلهم حلوين وكلهم لبنان، ولبنان كله حلو. هيدي الشرحبيل، منطقه الشرحبيل، رايح ابني يجيب خطيبته واهل خطيبته. وهيدا علم لبنان يا صبايا، لايك لعلم لبنان. قطع الصوت كرمال الاغاني، ما في من ولادي يمشوا بلا اغاني. قلت لهم وطوا، انا عم سجل عم صور فيديو، بصير في حقوق طبع ونشر، ولا دخلهم. انا ولادي ما بيهتموا لي بالقناه ابدا نهائيا يا صبايا. طبعا المنطقة عالي، بنطلع لطلوع صيدا نزول. هلا نحن بنطلع وبنرجع ننزل على صيدا، وبعدين على منطقة الجنوب نتجه على الغزية. شايفين كيف السيارة طالعة طلوع؟ لأنه هيدا زمان كان جبل، كان في مقام اسمه أشار حبيل فسموا المنطقة على اسمه. صراحة ما بعرف قصة الشارع حبيل، يا ريت حدا يلي بيعرف يقولنا. أكيد منكم في كتير منكم رح يقولوا ليه مش أنا اللي قاعدة قدام، أنا بالشمس ما فيني أقعد قدام والأزاز بوجهي. أنا من عادة شي بشرتي حساسة، صوتي حساس، الشمس إذا طرقتني بصير سودة على السريع. ولأنه عم يشتغل بجنينة إيدي سودوا، هلأ بتشوفوا بعد شوي لما بفرجيكم شي. فكرمال هيك ما بحب اقعد قدام ابدا، مع انه للتصوير القدام احلى، بس شو بدي اعمل، الشمس يعني من جوا مكيف السياره، لكن الشمس الا ما تطرق. صبايا ما بعرف اذا عم تعجبكم فيديوهات
الزرع يلي عم بعمله جنيني والاهتمام بجنيني، ما بعرف اذا بدي تهتموا بهيك امور الكل، لانه بشوف انه في ناس كتير غابت عن القناه من وقت ما نزلت على لبنان. يمكن ما بتحبوا الزرع شيء، اكيد في ناس بتحب الطبخ، في ناس بتحب الزرع، في ناس بتحب الرياضه، لكن انا بلبنان انتوا بتعرفوا انه انا بس اذا على لبنان خلص بهتم بالزرع والمشاوير الزرع، وانا بصراحه بحب الجنيني اكثر شيء بلبنان. يعني اذا سالتوني لو بضل انا بجنيني طول النهار ما باخر. هون وصلنا، اخذنا العروس وامها واختها واتجهنا على المطعم. انت وطني وطني عيران لا ورانا لا شكرا منيني ماي انا اذا زعلانه وطني غيتها. بسم الله بسم الله مخ مخ عادي خلوه عفوية. الواحد ياخذ شوي من الكاميرا. مين حدا بده فايت؟ لا ليه هيك؟ لا لا عفوية أحلى. وهون صبايا بعد ما خلصنا كان عتمت الدنيا شوي، رجعنا رحنا على الكورنيش، قعدنا على البحر شوي. وهيدا هو المطعم من برا، أول مرة أنا بصور فيه، وهي المرة كان هيدا الزلمة اللي صب قهوة هو نفسه اللي قبل مرة صب مطعم سندس طبعا ما له دعاية. اتجنن صح؟ لحوم الغنم المشوية مطعم نظيف جدا جدا، فوق ما تتصور نظيف، بقدم اكل على السريع، اكل طيب، بحب يعني الناس اللي فيه يعني اسلوب حلو. وانا بحب صراحه، انا ما بنقي مطعم رخيص او غالي، بنقي مطعم نظيف. فعلا هيدا مطعم نظيف، لحوم غنم 100%. شايفين هذه الفراشة؟ هذه أنا لازم أمسك. شايفين إيدي قد أسود من الشمس؟ أنا بشتغل جنين. هذه هي شجرة فراشة، لا فرشاة الزجاج. هذه تقريبا حقها 200 دولار الشجرة، هي هالقد، هي صغيرة شي 25 دولار. إذا بدكم تشتروا تزرعوها يعني صغيرة شي متر وبرونص 25 دولار. حسيت على واحد مطلع من زمان الخواريف، معلق هالخواريف ما شاء الله. المطعم مثل ما شايفين على الطريق دغري على الطريق العام، وانتم متجهين على جنوب لبنان ناحية فلسطين. يعني فلسطين بعد لقدام كتير، ان شاء الله كلنا بنروح صبايا وبنشوفها مع بعض. بحبكم كتير، باي باي باي.